وهلا حديث البلد مع رودولف بونادر. بحديث البلد رودولف قلنا لهم للستات ما انه عندنا ستات حلوين كثير الليله ما كثير تنبسطوا بحالكم لانه كمان جاي شاب كثير حلو باخر الحلقه. اول شيء الف مبروك رودولف بونادر ب 22 كانون الثاني الماضي توجت مستر لبنان 2012 بحفل تابعناه على شاشه الام تي في تبارع على هاللقب 16 شاب وبتقول انك بالاول ما كنت متوقع الفوز بس بفتره شهرين حضرت حالك كثير كثير منيح حتى تقدر تحصل على هاللقب من اي ناحيه؟ كثافه التمارين اول شيء بونسوار للكل اهلا وسهلا فيك كثافه كثير تماريني وانتبهت كثير على اكلي وجربت يعني لحق على جماعتي بذات الوقت كنا نروح كل يوم نتدرب مع يونس انت بالقلبة وعم تعمل اركيتكتور ومعروف الاركيتكتور بالقلبة بده كثير وقت مزبوط. يعني نعم ايه فكثفت كثير تماريني وجربت ظبط وقفتي اكثر ظبط جسمي اكثر نعم وهي طيب غير التمارين شو يعني شو مثلا اللوك الشعر ايه شعري كان شوي اقصر من هيك فطولته وصرت ارجع لورا شو حاطط بايدك؟ هيدا الخاتم تبع مستر ليبانون خاتم مستر ليبانون هيدا ليه؟ بعينه يحطه بايده الله يخليك عينه بس هيك عبس بس عم بتطلع فيه ميشيل خده حطه بايده لشو بعد الكبره شبه حمرا كرافات حمرا رودولف صح انه اصحابك يعني ما عادوا يلاقوك صاروا يسالوا عنك تضلك كل الوقت بالجيم مزبوط رودولف خلينا نتذكر سوا لحظه تتويجك مستر لبنان بس حتى نقدر نشوفها بدي اطلب منك تطلع بكاميرتك بتعرف شو بنقول بحديث البلد بلاير باسم اكيد بلاير باسم لكن ريتا انا وياكي بنعلن ملك جمال لبنان لعام 2012 رودولف بونادر لكن الوصيف الاول لملك جمال لبنان لليله هو احمد عبد الرضا مبروك لرودولف بونادر منودعكن على امل نتلاقى معكن دايما باحتفالات حلوه تصبحوا على الف خير رودولف بونادر لكان شاب لبناني عن جديد اتوج الليله ملك جمال لبنان لعام 2012 وراح ينضم لسجل الجمال اللبناني ويمثل لبنان بالمسابقه ملك جمال العالم قريبا مبروك رودولف بونادر الحفل كان كتير حلو وتألقت فيه كمان الفنانة هيفا وهبي بلوك كتير بكذا لوك كتير حلوين وبتقول انك بالنسبة لهيدي السنة يعني اللي رح تكون فيها ملك جمال اخترت موضوع العجزة ولأنك لاحظت انه في ناس كتير ميسورين ومقتدرين ماديا بس بيهملوا اهلهم باخر عمرهم وما بيعتنوا فيهم شو مفكر تعمل بهالمجال؟ اول شيء بلشت افكر انه بكل بيت في ختيار وكلنا رح نصير ختياريه ف ليك ميشيل مفهوم طيب حطيت وجبه فكان شعاري انه مستعد تكون ابن لكل عجوز حدا تركه ولا معيل له تعا ابني تعا بعدك شاب شو الخطوات العملية اللي بدك تشتغل عليها بهال في ثلاث نقاط بدي امشي عليها، أول شيء بدي على كل إطلالة إعلامية لإلي أو زيارة مسؤول حابب سلط الضوء على ضمان الشيخوخة لأنه يعني هون بلبنان الختيارية مأكول حقهم برا ببلاد برا وقت الواحد يختير بترتاح حياته الدولة بتأمن له كثير أشياء بس بلبنان صار ضمان شخشوخة هون وثاني نقطة إنه بدي يعني بدي ابرم على كل دار عجزة بلبنان وحتى على الختيارين اللي عايشين تحت الصورة واعمل تقرير فيهم للمسؤولين فرجون كيف الوضع وثالث نقطة هي الأهم انه بدي اعمل حملة الألف ليرة بدنا نحط صناديق بكل الجامعات والمدارس برافو وان شاء الله كل شاب بيحط او صبية تحط ألف ليرة بس
والمصاري تروح للجمعيات، وهيك الشاب بيحس حاله انه عم بيساهم مع ال. برافو رودولف، لانه مش بس عم بقى عم تحكي نظريات، عم تشتغل كيف تطبقها يعني. ان شاء الله انه المشروع مش بس يكون 2012، يكون كل حياتك ان شاء الله يا رب. كريستين انت صبيه واليوم رودولف بوشك، شو احلى شيء بوشه لرودولف؟ ضحكته كثير حلوه، ضحكته حلوه كثير. رين رجينا رموشه كثير حلوين، عبايه كله حلو يعني، بس هيك بحب العيون انا. انت كمان حلو. نانسي very down to earth، متواضع. ست ليلى ليت الشباب يعود يوم. يا حبيبة قلبي بعدك لهلا على الستين، احلى من جوزي. من هيك خطفوا لك يا النسوان. قد ما كان حلو رودولف. بتعرف كل هدول كومبليمانات شو بخلونا نحط لك اي غنية؟ شبح لي وافلي انا سوت افلاني انجلي بتروحي مشوار انت لا ما بدي انجلي بتروحي مشوار انت لا ما بدي وانا بدي وبدي وبدي واكثر ما بدي وبدي. من مواليد 1992 لمتين، واليوم عم تدرس هندسة ديكور بجامعة العلبة مثل ما قلنا، وتقول انه الشهادة اولوية لإلك. قدمت على مستر لبنان بالصدفة لما شفت البروشور الخاصة بهالمسابقة، واليوم منك متأكد اذا رح تخوض تجربة التمثيل او التقديم مستقبلا مثل ما عادة عم بيعملوا ملوك وملكات الجمال. شو كان هدفك من الانضمام لهالمباراة؟ كان هدفي جرب شيء جديد بحياتي، و هدفي مثل كل اللي قدمه يعني، يمكن دعايات، يمكن انه بعدنا صغار يعني، هذا يعني بتفتح لك افاق يعني قدام. رودولف من هواياتك السكي، الباسكت، الفوتبول والسهر، وانت اليوم فري على صعيد القلب. سمعين يا صبايا، وكمان الكاتس اللي برا كمان فيهم يسمعونا. وكمان خبريه حلوه للمعجبات، انت كريم كثير وحتى صريف كثير، والمصاري انا بدي اظهر معه. واذا اخذت ترغبيني فيه، عم رغبك فيه مش بايدك. واذا اخذت مصروفك السبت بكون طاير التنين. مزبوط. صحيح انك شاطر كمان بتحضير بعض الاكلات. الاكلات مزبوط مزبوط. اي اكلات بتعمل؟ كريب وباستا. باستا حلو روماتيك مع وين. باستا تحت ولا الباستا الفوق؟ وبحب البيت كمان، بحب بعرف اعمل. رودولف بونادر، بما انه انت شاب حليوه مثل ما قلنا وبتعجب الستات، بس ما بعرف انا كمان عم لاحظ في نوع اعجاب من نوع اخر. رودولف لا رودولف قال لك ثقيل مش معقوله. رودولف بونادر وانترفيو المرأة. رودولف شو اللي بيشدك بالمرأة؟ بس يشد المرأة. ضحكتها. شو اها ليك مثل كريستين عجبتها الضحكة كمان. شو بتكره بالمرأة؟ إذا متكبرة. مين أحلى مرأة بالعالم بنظرك؟ أنجلينا جولي. ليه ما حدا بقول مونيكا بيلوتشي؟ هذيك بيلوتشي بلا مصاري. أحلى بكثير. إيه ما عليه، ما هلا أنا عم بعمل مثلك عم جاوب على الضيوف، أخذنا عادات. معقول توقع بغرام امرأة متزوجة؟ لا. إيه عيب. وعي بكاش. وصف لنا المرأة بكلمة. مرة. مرة. ايه قولة قولة. معلوم حس فيها. مرة. هو 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 عم بيجاوب عنك، انت قول إذا بدك تحكي عن المرأة كيف توصفها بكلمة؟ جلس وشد حالها بقولة. نعمة، الأنوثة يعني، النعومية.